الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. أما بعد، أحبتي في الله، خطبتي روحك بس هذا الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا دريقي صلى قفصده في أدوني آخر بقوش اللغو كارا أما وناك اللغو كارا وقرآن كشكي وهداية هنون أتكوه ليسان وإلهي إذن كافنا يو وآخر أدون بقى الليوان كاريسا لنك كلا وخطبة أنه ما أنت كساب سنتح وحي شرع عدو آدو قدك تي وحل إله هذا بدعا وآه واحد دب لغا كياني وآن شرع هذا وافق سنين أن شرع هذا دليل كلهين حلقي شرع هذا دقي سينا آن شرين انتي النبي قلنا لنا آن شرين حلقي صحابة دي سنة آن شرين قدال لغا كياني دين لغا دقي نبي قلنا صلى الله عليه وآله وسلم وحوليه هاي إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عدين ولا تع ونفط كسنتو إذنك إذن كم ذا وهو أركي دونا إسخلاف آذو فربدا ومديو إسخلاف تي كلتك تي نوال بقومانه سقورت اللوك قليي كوحا إيا قروبيا كلنقوتي تاسد أركي دون تامبو نبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم مركو النبي قلت المامي إنه خلاف إيمان دون أمد لحد هذا يو رسولك صلى الله عليه وسلم وحو كدري داودي بو كدري وعذر إسخلاف هو عذر داودي بو النبي الراعي صلى الله عليه وآله وسلم وحو يري فعليكم بسنتي طريقي قب صدا عليكم بسنتي وحاسوك قلي أو سنة داسي صوت قلي أم هنقوت اعتقادك يوحى قلبك لقلي أما هالنقطة وحربك لك قال واقو أما هالنقطة وحبله سميان جميعا وحيسوق لي كل قد بسنتي إيوخ لفضا حلك مسلمين تقبان دون إيقدم بي الراشن دين تيتوصن هقاك سنة إلهي حنوني وإيكم ذيهين قطعنا إيوه الريان خلفة أفرتها يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين كوا دريق ذا دريق يا كوا دريق مرين قبصد أبو النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ قوس دنبادي ذا كو قنين أبو رسولك صلى الله عليه وسلم قوس كالدنبي قاقية حل كاكو دقع وحل قوة ذا سي أبقوا قبصد لأن الشيء مرك أدوني سينا لقاسو صاري قوس كدنبا لو قرينا فول الشيء رول الشيء يمعيها إلكاها وريضات كو قبط أما وكاسو ديها أما سي فضوط بالقاسو صاري كرا لكن هذا قوس كدنبا قلي ساي مفضوط إنو كاسو دعوه سيداس دراد معنى هذا حق يسي أدك وقف صدب النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجد مركو النبي الشيء صلى الله عليه وسلم خلافك وحلق قبحه يا داودي سوينا تاي إن شيتك النبي محمد لقب صلى صلوات ربي وسلام عليه أي وحكدم بيسيء إنه تلمامي هدنا خلاف كأمضة محاكيني سببتم هاي تاي عذر كان محاك لي عابق محاكيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تلمامي إسكتشرا وحكستا أو دب لك كيني دونا إياكم ومحدثات الأمور عذر كوكا أفضل واحد لي أمد كالجيي وواحد يبلغ كيانون دين أهين لكن دين لا قد جاي كأس كتير أبو رسولك صلى الله عليه وسلم هاي لي واحد كستو يبلغ كياني وبدعاء وبادي أبو رسولك صلى الله عليه وسلم نوع دوني هويال إدي دوني هلتي ما دو مربع هدوسا دين تي نبي محمد نيم كتابك يا قرآن كي كم ده هين وكوؤلن شيخ هلي مادو شريف هلي مادو مدلة شعري هلي مادو مضحي هلتي مادو كوحي هلتي مادو كل نبي بوحو كنت المامي وبدعة برسول صلى الله عليه وسلم وبالي سكيلة لي نبي قصيد وشيخي بعد عادي صلوات ربه وسلم عليه مدى دير كما صور يقين
جيريدي النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم إلى أي صبح كوحه سخل ذا أفهم دينتي أصول لليهم هي أفكار خلاف سن وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الصحابة دي سواء يكون أقم الشرين خوارج ما صبح ذي مركز وحي بنا يستين ديكي صحابة ذا هي ديكي أمد يحوله ذي شيعة صبح ذي مركز سيدو كلا ديكي أمد يحوله ذي بي بنا يستين فرقوين كي كدن بيا سيدو كو صبح يقول بوا قلوة بمبادي أفكار إيه تشيد بي تشيحدين أنا أهين صل إيرادنا أن كل هين وحي النبي محمد كتك صلوات ربه وسلام عليه سيداسا أمد النبي محمد خلافك كوب اللوضي مركزتو عهدك يا وقتك رسولك أن كسي فقاننا خلاف واسيب اللعنانا يا أمد الوسيك لتك سبيد عالي يا خرافاتك واسيب ضليا أرين كاسي مركا وحوبة هي هاي هداد ربطو إنا بدبادو قوت فتنك بدعا يا خرافاتك الدين حمدك بدبادو وحد رادي ساحة جيبه النبي محمد مري صلوات ربه وسلام عليه محوو تشيدي محا قرآن كو قرآن محا النبي محمد أحاديث تيسي السقنيت كو قرآن محا عبادة أها سيبو عبادة سجري سيبو قدن شري رادي مركاد هشانا كلك منها ويدين سفي عن قص وحامدان إلا تلمامه نبي قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم مركو جيريون يي أو تي الله أو إيمان يسي وحي تي الله أو تمد إسقى أو دين تر لما يسترن تي وحي جي سمد ك إيمان يي هي دين تي أمدني أبا هني مركي لما يسترن تون وحبا الله بني أيا نبي محمد الله أفسد صلوات ربي وسلام عليه الله قرآن كريم كوحي نقول يا اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت أيان دين تيني إذين لما يشتري ما أنت أيان دين تيني إذين لما يشتري وما لينته وما لين جماعة عصر كذب نبي محمد بن كعرفو تاعي حج كيسي وقدم بيئة وحجيي مركو كلب طلاب تينا صدح بلاد كير بون ولا نبي صلى الله عليه وسلم مركاس يسود يسا آياتني اليوم أكملت لكم دينكم وحينا تلمام يسا نبيك جيريدي سيني سود أواتي ما دام عيد دين تدم يسترنتي لأن الدين تنا وحكلا بيها النبي الله ما أفسد صلوات ربي وسلام عليه ما أنت دين تدم يسترنتي الله ما سائل يدي تبارك وتعالى سيداس دراد دين كلا قمن أو وداد وحكدره أو طريقة وحكدرته أو كوحي وحكسي يادسه أو وحكبت بشه نبي محمد كمتك صلوات ربي وسلام عليه دين دم يسترن أو كلية إلا الرعية بقني فهن أباهن أي نبي محمد كتك صلوات ربه وسلام عليه سأصدر هذا الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة وحولي هاي الروح دين تا انتو وحي سوء تشيبك سكلي ما دو كسو دارا وحوشيك تي إن نبي محمد ورسالة دي إلهي أسو دري خيامي محايا إلي الله هدو لي هاي دين تنوار دم يستري أدوغنا أدوح كدر إيسو بمعنى وحوي المقصود كان النبي قال سيدا يقول لما استندتك أسو قال سينين ووحكا بدلو خيامي سيدا سات الشيغان يساواي وحان مالك الدين أهين ما أنت الدين نقول ما يقول إمام مالك عليه رحمة الله ديني واتيني محمد كتغي ديني واتي صحابة دي سوحيستين ديني واتي سلفكو كتغي عقيدة عبادة عمل أخلاق أقوال أفعال ديني واتيه ورعيته الضنب معها إلهي تبارك وتعالى أساسه ونقول ما يستر نبي محمد صلوات ربه وسلام عليه وحليه ضريقة وحان إذن كتغي يتشد هبين كيسية مال كيسو ودا عدي هاي وح قرصون لهين مدام أوسن قرصونين إسكا عدي هاي روح كل يحضو قرم مراي والروح مركا هلاك سمي وبلاي كل عدي واحد طريق مركه وعديه وحبك النبي كما تقول صلوات ربه وسلام عليه وحد شنا إذين دوية نارنا إذين كفوك يمتشر إلا وان عمره النبي صلى الله عليه وسلم وحد نار إذين دوية شنا إذين كفوك يمتشر إلا وان إذين كرهب وإذين عدي جيتكم مركه وعديه هاي دين تا كامل كابو إلهي تبارك وتعالى إن أصول دكي النبي كأنه نوغتك صلوات ربه وسلام عليه سيدة أصدراد دا رسول كأنه صلى الله عليه وسلم أولي هاي إسكتشرا مرد دين تعدو رمي استرانتا هاي وحي قدال لغا كينا يو دين لغا دين لغا
وخلد الدين نقول ما يسكت داية خطبوين كيسا هذا الله النبي صلى الله عليه وسلم مركو ضدك أخذ بين يو أنت بدل وسنكتك يصير وحاكم لها إنه إلى هذا خير الحديث كتاب الله وروحا أقو خير بدل إلهي كتاب كيس حنون يجد لمرنا وحا أقو في عن كيني محمد صلى الله عليه وسلم واحد بكي ما دنا وحا أقو الشر بدل واحد شرا وحا أقو الشر بدل واحد انت ديب لغا كيري الدين ليدين كردقي wax kasto dib laga keeno diin la idin ka dhigana waa baadi bu rasuulku (saw) sallallahu alayhi wa sallam hadalka waa ku celin jiray munaasabad kasto ummada wuxu sheegaya inta badan hadalkaas uu ku celin jiray sallallahu alayhi wa sallam ummada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam marka waxa loo baahan yahay inay kitaabka ilaahi fahanto sunnadi nabiga iyo dariiqisa ahadiisana fahanto kadibna marka aad fahanto inaad ku dhagto oo aadan cid kale to ugu aaba yeelin dariiq waka waana cad yahay iska jir marka waxyaalaha dib laga keenayo diintana lagaaga dhigay bidcadu iyo waxyaalaha diinta laga dhigeen diintana kamid ahayn halista ay leedahay waa midda keentay kutubtii ilaahay soo dejiyay tawreed iyo injiil inay maanta isbedesho oo sidii ilaahay ku soo dejiyay laga bedelo waxaa keenay wadaadadii diintan loo xilsaaray inay ilaaliyaan ayaa tawreed iyo injiil ku falaaday oo ku ciyaaray waa laga qaban waayey way iska qaban waayeen tawreed iyo injiil way isbedeshay taxriif bay ku sameeyey qur-aankeenna iyo sunnada nebigeennu 1400 oo sano kadib iyo ka badan qur-aankii sidii ilaahay u soo dejiyey buu u yaallaa sunnadii nebi maxamedna sallallahu calayhi wasallam iyadoo la kala shaandheeyey oo wixii nebiga ka sugnaa iyo waxaan ka sugnayn laga shaqeeyey bay inoo taalaa yaa inoo xifdiyey allah baa inoo xifdiyey tabaaraka watacaala maxaa lagu xifdiyey asbaabta lagu xifdiyey waxaa ka mid ah wadaad markuu waxoogaa la yimaado diin ka dhigo culimmadaa intay ku kacaan bay ku qayliyaan markaasaa farta lagu fiiqaa iska jira diinta ka mid ma aha markaasuu isaguna fadooxbaa bidcadiisiina meesha ka baxdaa sidaasaa ilaahay diintan ku ilaaliyey kutubtii horena isbeddelku ugu dhacay sidaas daraaddeed bidcadu waa halis ibliis dembiyada wuxuu ugu jecel yahay bini aadamka uu ku rido shirkiga ugu jecel yahay shirkiga marka laga soo tago ibliis dembiga uu ugu jecel yahay bini aadamka inuu galo waa bidcada maxaa yeelay ruux markuu dambaabayo waxbuu dilayaa waa zinaysanayaa waxbuu dhacayaa waxbuu boobayaa wuu og yahay inuu dambaabayo wuus ogyahay inuu khaldan yahay sidaas daraaddeed waxay u badan tahay inuu tawbad keeno kan laakiin bidcada ku jiray bidcada ku cibaadaysanayay macsiyo iyo dembi ilaahay laga galay uu u haystaa inuu ilaahay u dhowaanayo soo noqon maayo ibliis inuu ku guulaysto inuu bidca kugu rido ayaa yuu ka jecel yahay inuu kugu rido macsiyo inuu kugu rido laanna macsiyada waad og tahay inaad khaldan tahay laakiin bidcada waad ku cibaadaysanaysaa waxaad moodaysaa in aad ilaahay u dhowaanaysa waadna ka fogaanaysaa maxaa keenay diinta asalkeedii iyo asaaskii ilaahay uu asaaskaba uga dhigay inay dad badan ka leexdaan maanta oy ku cibaadaystaan wax ilaahay reebay wixii ugu cuslaa shirki inay ku cibaadaystaan maxaa keenay in qubuurta la baryo maxaa keenay wadaad dhintay in la dul taagnaado maxaa keenay in roob iyo caruur iyo waxaan cidina awoodi karin alla ahayn in khalqi la weydiisto maxaa keenay in geedaha iyo dhagaxyaanta laysmarmariyo wax laga raadiyo maxaa keenay macnihii laa ilaaha ila allah ay ka hadlaysay diintaba asaaska u ahayd ummado badan intay ka inxiraafaan maanta inay shirki ku cibaadaysanayaan oy moodayaan rabbi tabaaraka watacaala inay sinaa sidaa janno kaga gaadhayaan iyagoole way noo shafeecayaan ilaahay bay noo dhowaanayaan noo dhowaynayaan isagaan u sii maraynaa maxaa keenay bidca keentay asalkii diintu inuu fasaado oo shirkigii iyo bidcadii la kala garan waayo shirkigii iyo tawxiidka oo sunnadii bidcadu dadka isaga khaldanto oo cibaadadii ilaahay uu lahaa ee diintanba u soo degtay inay saxdo dad kale la siiyo wadaad dhintay la siiyo oo dhagax la siiyo oo qabri la siiyo maxaa keenay calashaani dadka bidca u bilaabatay bidcadii baa la fogaatay ilaa ay tawxiidkoodii iyo diinta asalkeediiba shaki ka galoy balaayo galaa waxaasoo dhan ummadda waxaa u horseeday waa bidcada
سيداس دراديت باد غران كرتان نبي صلوات ربي والسلام عليه دغنينها كلا دنبيه بخينيو اي اولي هي وحي ان مالن كدين هين قرانكم مركو دغاي نبي محمد نونولا صلوات ربي والسلام عليه وحي ان دين هين مرنا امه دين نكون كنا الهنا كو دوين ما انو كافوغي موي غران مركا مخا خيليا دينها مخا سديب لغا كينه الى فهمت ابو بانت waxa laga hadlayaa marka la leeyahay iska jira bidcooyinka waa wixii diin ku saabsan ama adigu bilow ama qolo kaaga horaysay kaga dayo laakiin wixii adduunyada ku saabsan muxtaraacadka hela binaadu ku bilaabayo waxyaalaha cusub ee adduunka ku cusub waxa uu muhiim ah inuu naf ilayahay nafciisu badan yahay ama khaalis yahay fasaadkiisa iyo dibkiisana iyo dheeftiisana dheeftiisa badan tahay ساستردد النبي صلى الله عليه وسلم مال المعلمها كما ذو خصومري صحابة ديسا وقيده تمرتها إيا أبور كودي تلقي حينيا يقول أبور نبيا وقيد كاللبكا انتي سوقا دان ميت كان كالي ددك أرسينيا أما دحق لنا يسيو يعني أقاضو يعني محو أهي وميرها أقاض مركز النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسكت ديسان هذا اسكت ديسان واحدة ما يشي مالها تنبا وركي ميقاتين كتبنا وحلا أركب بيره وبعي نبي صلى الله عليه وسلم وحي رسولك إلهي وورك عجيبا قادنا تلد عجيبا قادنا لبيره نوابئين مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحي الدنيا رأيا إذين شيغو يا صحنا ونغون كرا خلدنا ونغون كرا إذين كالدنيا دينا إغي يقان نبي رسولك صلى الله عليه وسلم لكن وحي دين كصابسا أنا إسكالي وحي إلهي إذين دوين يا وحقيقة وقرآنك يا سنة وحي الدنيا أصومها إذين كا يقانا كواري سميستا مراكيب سميستا موهاي ترين سميستا ديارة سميستا وحي الدنيا إذين كا قران لكن وحي دين إلهي إذين دوين يا أنا إيسو حرية برسول كل صلوات ربي وسلام عليه ساسترات ديد وحي آد إلهي أقول دوان يسوهم صو أصل كي سؤلوا كي على القرآن كأما السنة قاب كاد أصمين إيسان هو سوء إنو النبي كسوغي صلوات ربه والسلام عليه سي إلهي كاغا أقبله وحد ربتنا آدوه كارده هدي كلا إلهي قد كفغان ميشاد إسلاله يتشنر راتسنا عذاب السبب كون نقن صلى وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم افتح لهم فتحا مبينا وكلهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود وحلفائهم اللهم عليك باليهود وحلفائهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحسن عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.